صباح الخير أصدقائي من قناة ميرو، بحييكم قناة ميرو للمعلومات والطبخ. النهاردة هقدم لكم حاجة بتحبوها أكيد في الصيف، إنه بيرطب علينا. النهاردة هنقدم لكم حلقة عن البطيخ. أصحابي، فوائد البطيخ لصحتك هنعرفها النهاردة من الفيديو ده، لكن هل نقدر إننا ناكل أي كمية من البطيخ، وخاصة لأصحاب نظام الدايت؟ هنعرفه من خلال الفيديو ده. في نهاية الحلقة هنعرف سر من أسرار البطيخ، القيمة الغذائية والسعرات واحتوائه على المواد الغذائية قد إيه. في البداية أصدقائي بنعرف يعني فوائد البطيخ. البطيخ من الفواكه المليئة بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية، وبيضيف للجسم إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن. أولاً، البطيخ من فوائده بيحافظ على رطوبة الجسم، فهو بيحتوي على 92% من المية. المحتوى المائي العالي ده بيجعل البطيخ غذاء منخفض السعرات الحرارية، وكمان بيتمتع بمذاق منعش بيخلي الجسم ينتعش. بيساعد تناول البطيخ أو أننا نشرب عصير منه أنه يحافظ على رطوبة الجسم. غير كده بيحتوي على معادن طبيعية وبيخفض من الحرارة الشديدة في الصيف. البطيخ بيحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، وزي ما قلنا من المعادن ومضادات الأكسدة، فبيوفر فايدة غذائية كبيرة، لأنه بيحتوي على أولاً فيتامين سي اللي بيدعم الشفاء والمناعة، ثانياً فيتامين ألف والكاروتينات وبيتا كاروتين ده لصحة العين والجلد، بيحتوي على البوتاسيوم لوظيفة الجهاز العصبي وتجديد العضلات وصحة طبعاً القلب، المغنيسيوم اللي بيساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، فيتامين بي، وطبعا فيتامين بي معروف للأعصاب. البطيخ مصدر غني لحاجة اسمها الليكوبين. الليكوبين مركب نباتي قوي جدا في فوائده الصحية، وده فايدته ايه الصحية؟ مضاد للأكسدة، بيقلل الإجهاد في الجسم. الليكوبين بيقلل من خطر إصابتك بأنواع السرطانات، بيمنع الأمراض المزمنة ويحمي من أمراض القلب، المشاكل الرؤية بيحسنها، بيحمي الجسم من التلف الناجم عن السموم والعفن البيئي، بيقلل من آثار التعرض لإشعة الإشعة الفوق بنفسجية للشمس، فبيحمي من الحروق، بيحمي من سرطانات الجلد والشيخوخة المبكرة. دي فايدة كبيرة جداً. بيساعد البطيخ على التقليل من الالتهابات، وخاصة التهاب المفاصل، حاجة ما كناش نعرفها أصدقائي. إن قشرة البطيخ القشرة بتاعته لها فوائد صحية، لأنه بيحتوي على مركب بيسمى سيترولين اللي هو موجود في القشرة. السيترولين ده بيحسن الدورة الدموية، بيخفض ضغط الدم، بيعزز الجهاز المناعي. تناول البطيخ بيخفف من الألم، بيحسن من أداء الأوعية الدموية، وده طبعاً بالرياضيين مهم جداً. اللي كمان بيعافي اللي عندهم قصور ومشاكل في ضربات القلب. من أضرار البطيخ بقدرش ناكل كمية كبيرة منه، لأنه بيحتوي على نسبة عالية جداً من السكر. في الميت جرام من البطيخ بيحتوي على 6 جرام سكر، أو 6.2، وده عالي جدا برغم ان سعراته الحرارية منخفضة جدا جدا. يعني 100 جرام من البطيخ بيحتوي على 30.4 من السعرات الحرارية. فعشان ناكل البطيخ، اللي بيعملوا دايت ياكلوا شريحتين بس، حاجة صغيرة كده. ويا رب نكون الحلقة دي فادتكم.
غسلنا البطيخ كويس وقطعناه شرايح. هنقطع البطيخ بطريقة حلوة تعجب الأولاد والأطفال وتبقى طبق جميل جدا في المناسبات. احنا هنيجي نقطع كده، هنعمل كده بعد ما قطعناه أصدقائي بالطريقة دي. هنقطع كل جزء يعني كل شريحة كده هنقطعها نصين بالتساوي. عندي شريحة تانية هعملها بنفس الطريقة اهي أصدقائي، هنعمل نفس اللي عملناه في الأولانية، هنعمل كده للشريحة التانية. احنا قطعنا البطيخ بالطريقة دي، هنقطعها بطريقة جميلة جدا بعد كده. احنا جبنا البطيخة وهنعمل بقى كده، هنقطعها عشان نقدمها بطريقة حلوة. اول حاجة هنقوم عاملين كده كده، وبعدين اهي اهي اصدقائي قدمناها بطريقة حلوة. اهي اصدقائي قد ايه جميلة، شفتوا بطريقة جميلة جدا هنقدم الطبق بتاعنا، يجذب الأطفال ويجذب يعني الناس، لو عندنا مناسبة هيخلي الطبق جميل. دي أول حاجة هنقطعها أصدقائي كده الحتة دي، وبعدين هنقطع دي كده أكنها شجرة زي ما انتوا شايفين أصدقائي أهي. قدمنا الطبق بطريقة جميلة، ممكن تقدموه في طبق مستطيل أو يعني طولي هيبقى جميل كمان. قد إيه البطيخ جميل، وعرفنا إزاي نقطع البطيخ بطريقة جميلة، وفي المناسبات هتبقى جميلة قوي وللأولاد هيحبوه. طبعا هو البطيخ محبوب، لكن ده يعني هيخليهم ينجذبوا أكتر، وإن شاء الله أقدم لكم حاجات جميلة برضو زي كده. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وتحياتي، ولايك شير وسبسكرايب، وتحياتي قناة ميرو للمعلومات والطبخ. بعد ما قطعنا البطيخ بالطريقة دي، ممكن بقى على ما يجي الضيوف او ازاي نحطه بقى، نغلفه ازاي، هنغلفه اولا بلاستيك راب عشان في التلاجة هنحطه لغاية ما يجي ضيوفنا او المناسبة بتاعتنا. يعني ممكن اننا نقطعها من مدة ونحطها في التلاجة، وبالبلاستيك راب مش هياخد اي ريحة من الاكل الموجود في التلاجة. ارجو الحلقة دي تعجبكم.